بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما له عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. قال ابن كثير رحمه الله. ثم قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد. قاله أبو هريرة وابن عباس في رواية عنه وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن أو رامٍ، وهو رواية عن ابن عباس وهو قول الجمهور، أي القسورة الصياد أو الأسد. وقال حماد ابن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس الأسد بالعربية، ويقال له بالحبشية قسورة وبالفارسية شير وبالنبطية أويا. وقوله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أي بل يريد كل واحد منهم من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتابا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قاله مجاهد وغيره كقوله: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. وفي رواية عن قتادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل. صحفا منشرة في الآخرة، يعني صحفا مليئة بالخير من غير أن يعملوا بالخير، لأن الذي يدعو إلى قراءة كتابه هو الذي وجد فيه خيرا فينشر. كلا بل لا يخافون الآخرة، أي إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها. ثم قال تعالى: كلا إنه تذكرة، أي حقا إن القرآن تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، كقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما يذكرون فيها أن فعل العبد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله فيها أن مشيئة العبد بمشيئة الله، فالعبد بمشيئته وفعله تحت مشيئة الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يخاف منه، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. قاله قتادة. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي. قال الترمذي: حسن غريب. سهيل ليس بالقوي. آخر تفسير سورة المدثر. قال ابن جرير رحمه الله: فما له عن التذكرات معرضين،
يقول فما لهؤلاء المشركين عن تذكرة الله إياهم بهذا القرآن معرضين لا يستمعون لها فيتعظوا ويعتبرون عن قتادة فما لهم عن التذكرة معرضين أي عن هذا القرآن كأنهم حور مستنفرة يقول تعالى ذكر فما لهؤلاء المشركين بالله عن التذكرة معرضين مولين عنها تولية الحور المستنفرة قرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة مستنفرة وفي بعض قراء وفي قراءة بعض المكين أيضا بمعنى نافرة وقرأ المكيون مستنفرة نفرها يعني مستنفرة هي التي نفرت والصواب القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان صحيحة المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب كان الفراء يقول الفتح والكسر في ذلك كثيران في كلام العرب وأنشد أمسك حمارك إنه مستنفر في إثر أحمرة عمد لغربي فرت من قسورة اختلف أهل التأويل في معنى القسورة فقال بعضهم هم الرماة عن ابن عباس فرت من قسورة قال الرماة عن أبي موسى فرت من قسورة قال الرماة المجاهد قال فرت من قسورة هي الرماة عن مجاهد قسورة قال عصبة من قناص عصبة قناص من الرماة وقال بعضهم في القسورة هو الأسد وبعضهم الرماة عن عكرمة قال القسورة الرماة فقال رجل لعكرمة هو الأسد بلسان الحبشة فقال عكرمة اسم الأسد بلسان الحبشة عبسة عن عكرمة قال فرت من قسورة قال الرماة عن ابن عباس قال هو هي الرماة عن قتادة فرت من قسورة وهم الرماة القناص عن قتادة فرت من قسورة قال قسورة النبل قسورة النبل اللي هو الرامي وقال آخرون هم القناص عن ابن عباس فرت من قسورة قال يعني رجال القنص عن سيد جبير قال هم القناص وقال آخرون هم جماعة الرجال عن أبي حمزة قال سألت ابن عباس عن القسورة قال ما أعلمه بلغة أحد من العرب الأسد هي عصب الرجال عصب الرجال جماعة الرجال يقول ما أعلمه بلغة أحد من العرب الأسد لا يعرفها باللغة العربية أن قسورة هي الأسد هي عصب الرجال عن عباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم قال سئل ابن عباس عن القسورة فقال جمع الرجال لم تسمع قالت فلانة في الجاهلية يا بنت لؤي خيرة لخيرة أحوالها في الحي مثل القسورة وقال آخرون هي أصوات الرجال عن ابن عباس فرت من قسورة قال ركز الناس أصواتهم أنا أسمع لهم ركز ركز الناس أصواتهم قال أبو كريب قال سفيان هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وقال آخرون بل هو الأسد عن أبي هريرة فرت من قسورة قال الأسد
عن زيد بن أسلم فرت من قسورة قال الأسد. عن ابن عباس أنه سئل عن قوله فرت من قسورة قال هو بالعربية الأسد وبالفارسية شار وبالنبطية أريا أو أريا وبالحبشية قسورة. القرآن عربي ولكن هناك ألفاظ اشتركت مع لغات أخرى فصارت ألفاظ مشتركة في اللغتين. زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال الأسد ولم يرجح في ذلك على غير عادته. هو الرماة أو القناص جماعة الرجال أصوات الرجال وكل ذلك الشخص الرامي شكرا لكثير رحمه جمع ذلك فقال من أسد أو رام. كأن هذا يعني يمكن أن يكون الألفاظ المشتركة التي أريد بها معنى يايها أو أي منهما. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. يقول تعالى ذكر ما بهؤلاء المشركين في إعراضهم عن هذا القرآن أنهم لا يعلمون أنه من عند الله ولكن كل رجل منهم يريد أن يؤتى كتابا من السماء ينزل عليه. عن قتادة في قوله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة قال قد قال قائلون من الناس يا محمد إن سرك أن نتبعك فأتنا بكتاب خاصة إلى فلان وفلان نؤمر فيه باتباعك. قال قتادة يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل. هذا كأنه قول ثاني. هذا على القول الأول أنه يؤتى كتاب من السماء مثل قول الله سبحانه وتعالى ولن نؤمن عنهم ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. عن مجاهد في قوله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة قال إلى فلان من رب العالمين كلا بل لا يخافون الآخرة. يقول تعالى ذكره والأمر كما يزعمون من أنهم لو أوتوا صحفا منشرة صدقوا بل لا يخافون الآخرة. يقول لكنهم لا يخافون عقاب الله ولا يصدقون بالبعث والثواب والعقاب. فذلك الذي دعاهم إلى الإعراض عن تذكرة الله هون عليهم ترك كالاستماع لوحيه وتنزيله. عن قتادة كلا بل لا يخافون الآخرة إنما أفسدهم أنهم كانوا لا يصدقون بالآخرة ولا يخافونها هو الذي أفسدهم. كلا إنه تذكرة. ليس الأمر كما يقول هؤلاء المشركون في هذا القرآن من أنه سحر يؤثر وأنه قول البشر ولكنه تذكرة من الله لخلقه ذكرهم به. عن قتادة كلا إنه تذكرة أي القرآن فمن شاء ذكره. يقول تعالى ذكر فمن شاء من عباد الله الذين ذكره الله بهذا القرآن ذكره فاتعظ فاستعمل ما فيه من أمر الله ونهيه وما يذكرون إلا أن يشاء الله. يقول تعالى ذكره وما يذكرون هذا القرآن فيتعظون به ويستعملون ما فيه إلا أن يشاء الله أن يذكروه لأنه لا أحد يقدر على شيء إلا بأن يشاء الله يقدره عليه ويعطيه القدرة عليه. وأهل التقوى وأهل المغفرة. يقول تعالى ذكره الله أهل أن يتقي عباده عقابه على معصيتهم إياه فيجتنب معاصيه ويسارع إلى طاعته. وأهل المغفرة يقول هو أهل أن يغفر ذنوبهم إذا هم فعلوا ذلك ولا يعاقبهم عليها مع توبتهم منها. قال قتادة هو أهل التقوى وأهل المغفرة
ربنا محقوق أن تتقى محارمه، يعني حق علينا أن نتقي محارمه، وهو أهل المغفرة يغفر الذنوب. قال قتادة: أهل أن تتقى محارمه، وأهل المغفرة أهل أن يغفر الذنوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.